الحمد لله رافع السماء، جعل لكل داء دواء، ولكل جرح شفاء. خلق الخلق وكان عرشه على الماء. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يشبر بها كسري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أن قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، وسل الثعبان ينفس سمه، فاسأله يا ثعبان من حاشاك بالسموم كيف تنفس سمك ولا تموت، وسل الجنين ببطن أمه بلا راء ولا مرعى فاسأله من راعاك. ثم أما بعد، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجذع لكي يخطب، فنادته امرأة وقالت يا رسول الله ابني نجارا يصنع لك منبرا بدلا من هذا الجذع، فقال لها إن شاء فليفعل، ففعل المنبر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول الحمد لله ويقول الحمد لله، فسمع صوت الجزع فبكى الجزع وأن الجزع، وسمع الصحابة أنين الجزع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجزع وقال لو لم أحتضنه لظل يئن إلى قيام الساعة. ووقف على جبل أحد فاهتز الجبل وشعر الجبل بجرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي اسكت أحد، فإن عليك مصطفى وصديق وشهيدان. المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. متوحد الواحد الديان. مر سيد خلق نوح عليه السلام على القبور، فرأى امرأة تبكي على قبر لها، فقال لها ما يبكيك؟ قالت مات ولدي في ريعان الشباب. فقال لها كم كان عمر ولدك؟ قالت عمره 299 301 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي ما بين 60 و70، فمن بلغ 60 فليشتري له كفنا، ومن بلغ 70 فليعد نفسه من أهل القبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.